قبل أسبوع واحد فقط عن عيد الأضحى، يكون الشاب محمد قد استحدث لنفسه مهنة جديدة مؤقتة في حي باج جراح الشعبية، وجهز لها هذه الآلة خصيصاً. إنها مهنة شحذ السكاكين المستخدمة في عمليات ذبح الأضحية وسلخها ليوفر بذلك دخلاً مالياً مهماً. أي من العيد نضربوا سمانة هنايا، نخلوها المقطوع لسمانة ونجو هنايا. نمضوا المواس شقورة 10,000، موس كبير 10,000، موس كبير 5,000. دخل سمانة، دخل من نهار وروح، ما عندهم ما يدير. دخل 3 ملايين ولا 2 ملايين ما كان والو. ماش خدمة دائمة ولا خدمة تاع سمانة وطبق. شحذ السكاكين يتراوح ما بين 50 دينارا حتى 150 دينارا، سعر يراه المواطنون معقولا جدا. في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتوا فاحسنوا الذبح، تكون الموس ماضي به ما شات ما تعذبش، يعني هذه سنة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بلغوا عني حتى ولو آية. معليش كلش داخل في السنة. جبت 3، جبت موسى وشاقورة 4. في الجهة المقابلة من سوق باج جراح الشعبية، يصطف باعة السكاكين ولوازم وذبح الأضاحي لتغطية حجم الطلب الكبير عليها، عارضين أسعارا مختلفة. دومة 3 ب 10,000 زيد، كاين المقص هاو يدير 15,000 مستعد بيعها هاولي، هذا فرنسي 250,000 حاجة شابة، المنشار 140,000، كاين المنشار 140,000. حتى المناديل الورقية والأواني البلاستيكية ازداد الطلب عليها خلال هذا الأسبوع لتصبح تجارة موسمية رائجة. 100,000 خويا هم نبيعوا فيها مشروع، كل ما يقرب بالعيد راك تعرف نبيعوهم منه، كل ما كيتقرب مناسبات راك تعرف جيبوا لي سيرفيات لي بابي تعرف. وهذه الاخر ديال الطابله تاعك وحدك ولا تاعي؟ وحدي خويا. تقرا؟ نقرا بيان سير. وهذه راك تعرف مشاريف راك تعرف. جبنا سلعه كيما من قبيله، ما بقات لنا سلعه بزاف، دوك زدنا جبنا شويه علاش باش الناس يسحقوهم كاع في العيد خويا العزيز، يسحقوهم كاع في العيد عمري ونبيعهم مباشره. انا دايرين سول، شوف بيدونا نبيعوا فيها 15,000، عندنا الباسينات هادو 20,000، عندنا المويه، عندنا الكبار كاع 25,000. اصبحت المناسبات الدينيه المختلفه توفر فرصا جديده للربح السريع واستحداث مهن تزول بزوال هذه المناسبات، غير ان هذه الانشطه التجاريه غير خاضعه للتدقيق والمراقبه الكليه لتعكس وجه الفوضى التي تتخبط فيها السوق.